وقت اللي بعت لي مسج عربي زعلت كثير وتضايقت وخدت على خاطري. بعت لك شو؟ مسج بالعربي، اللغة العربية الفصحى. في شعر ومدري شو، نقزت أنا، شو عرفوا هيدا بالعربي؟ شو قال لي؟ قال لي السلام عليكم، كيف حالك؟ وبعدين كتب لي حياتي ظللت عمري سدى وفيك الهدى أحبك يا عمري. خدت على خاطري أنا بدل بأفرح، فهو اتصل، قلت له ولو مش عيب يعني، مش نايس يعني. عم قال لي بس مين قال لك انه انا جبت حدا كتب لي رساله بالعربي؟ قلت له مين كتبه؟ قال انا. منين بتعرف العربي؟ قال لي ولو انا انسان متعلم، انا دارس لغه عربيه فصحى. عن جد؟ قال ايه. هيك هون حسيت قلبي حبه. انا بحب النثر والخواطر والشعر والكلمه الحلوه والغنج وهيك قصص، حبيته. حسيت هيك حلوين، هيك يكتب لي شعر ونثر ويحكيني ويتغزل فيني، حسيت حالي مميزه يعني. اي كلمه بعدك مذكرتيها بهالمسج زي ما حياتي. هي الكلمه كثير بتعنيني، حياتي، وبعده لليوم بيقول لي اياها، حتى لو عم يخنقني بعيط لي حياتي. شو قلتي لي اسمه؟ محمد. صار لكم كم سنه مزوجين؟ 3 سنين ونص. حلوين. استقبلي معي محمد. مرحبا محمد. تا حبيبي. اكثر شيء زقف عائشه لما قلت استقبله معي محمد، اكثر شيء هي اللي زقفت، اكثر شيء انا زقفت. ما عم تفهم علي؟ بلا بلا، يعني الزقفه في بعض الاشياء اللبنانيه لا افهمها. عرفت كيف اللغات اللبنانيه تتكلم فقط الفصحى؟ اجل، لماذا لم تحاول تعلم اللغة المحكية، اللهجة المحكية؟ نعم، إنني دائماً أقول لزوجتي تعلمني اللغة اللبنانية. نعم نعم. وكيف كنت تطلع؟ أعتذر ولكن لست معتاداً على التكلم بالفصحى. تتكلمين معه الفصحى؟ أكيد. أجل، وانت شو وضعك بالفصحى كنت؟ اي لايك ات، بحبك كثير. جاوبيني بالفصحى اذا. اوكي اوكي، ما هي لانه انا عايشه عدة ثقافات يعني، فبتحس انه عايشه معهم كلهم بعفويه، صح؟ بنخلط الامور ببعضها، لانه اصلا اللبناني شو بيقول؟ هاي بونجور سافا اليوم جود، يعني كمان ما بيحكيون ورا بعضهم، بس انا بتاقلم معه، اذا حكاني فصحى بجاوبه بالفصحى، حكاني عاميه بجاوبه بفسر له شو ترشقت له. وبالانجلش بحكي يعني. تحية لحب عابر للسقفات وللقارات، وتحية لك عائشة، وتحية لك محمد لهالثنائي الرائع. أتذكر يا محمد عندما اتصلت بها وتكلمت معها للمرة الأولى؟ نعم. ما كانت ردة فعل محمد حين سمعت صوتها للمرة الأولى؟ كيف شعرت؟ كأنني دخلت في جنة الفردوس. مالك عارفة؟ قل لي أيضا. نعم. كيف تعلمت اللغة العربية بسرعة وأرسلت لها هذه الرسالة الخطية النصية التي كانت ستسبب مشاكل كثيرة بينك وبينها؟ أنا تعلمت في غانا نتعلم الإنجليزية. نعم. والعربية، ولذلك تعلمت لغة العربية منذ كنت صغير، وغادرت إلى مصر ولذلك فاجأتها بهذا. وتحية لك لأنك فاجأتنا كلنا. تتكلم لغة الضاد واللغة العربية أفضل من الكثير من العرب الذين يخجلون الذين يخجلون بلغتهم وبلغة الأم. بارك الله فيك يا أخي مالك، أتمنى لك كل التوفيق والنجاح. شكرا لك، شكرا لك عزيزي محمد. ولك اليوم انت بامتحان. اصعب امتحان اليوم، اصعب امتحان. قل لي عزيزي محمد، ماذا لم تحب بالمجتمع والتقاليد اللبنانيه؟ بما لا احبه لانه يتدخلون في شؤون الناس. عرفت كيف؟ لبناني يتدخل في شؤون الناس، لذلك لا احبه. ويوم ما شافني واحد
يعرفني من زمان يعرفني. قال محمد محمد انا قلت شو هذه هذه من وين؟ انا قلت زوجتي. قال يا رب بيتك هي ما شافت اجمل منك؟ يا رب بيتك. شوف شو قصه هو تدخل في شؤون الناس هكذا، ولذلك لا احب هذه الاشياء. المضحك المبكي دائما هيك بنتعرض. شو بتعرضي؟ كثير 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 بنتعرض انه ولو ما شفتي انه ما عندك عينين، انه معقول انه قلتي ليه معه مصاري كثير، او مثلا بيعيطوا لنا بالشارع شوكولا حليب. يا عيب الشوم. عرفت كيف؟ فبيوقفوا هيك بكون ماشي انا وياهم ماسك ايدي، فبيعملوا مثلا انا حتى هيك بيعملوا لي يوقفوا قدامي فبيعملوا هيك. ما بفهم يعني، عرفت كيف؟ كثير ايه كثير بتضايق. فكمان اذا مثلا رايحين نشتري شيء بصير كثير مصاري اغلى، واذا طالعين بالسيرفيس مثلا كل الناس بتعرف 2000 الا نحن انا وياه، لانه على اساس انا اخذه انه ملك غانا. عرفت كيف؟ ايه عرفت. وشو سفير حضرتك؟ وين بك واصل؟ عرفت كيف؟ على راسي والله هيك قصص كثير يعني. صح؟ لا عن جد شيء بيزعج يعني. بكون ماشي انه شوكولا حليب، بقول له ايه وانت شو بتحبي؟ لجوزي خلص تركيهم بيعصب، بقول له ليه بتعصب؟ خذها ريلاكس حبيبي، نحن مشاهير، نحن لما مهمين كثير ما عم بيوقفوا يطلعوا فينا هيك، بيزعج من جوا، بس بالنهايه اذا بتفكر فيها بطريقه ايجابيه بتعرف انه هن مش قادرين يعملوا نحن اللي تخطيناه نحن وعملناه. انا بحس كثير 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 طبيعي اللي انا عملته واقل من طبيعي، واذا بيرجع في الزمن بختار انسان اجنبي. هالقد انا كثير مبسوطه، مش غلط ابدا يعني. عيب هالعنصريه، عيب انه تطلع فيه من فوق لتحت، او مثلا ليك 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 شوف اليوم طلع ريحه الطبخ من عندهم عم ياكلوا لحم. انه انا سمعتها مثلا انه ليك ليك ليك، او مثلا اذا كنا بالسوبر ماركت وعيطت له بيبي. شوف شوف بغار علي. قال كمان لا ما بحق له، هو مثلا مش رجال ثلاث ارباع مثلا، ما بعرف شو اللي اعطاك اياه محمد كنت قلتي مش ممكن تحصل عليه بحياتك. محمد علمني شيء كثير 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 حلو بحياتي، هو التسامح. من يومتها بلش قلبي يكبر بلشت اعرف اعيش. يعني لو شو ما كان قبل حط راسي على المخده انا وياه بيعيط لي، شو حاطط بقلبه مني بخبرني، شو حاطه بقلبي منه بخبره، وبيقول لي قولي لي سوري، وبينتهي كل شيء. والثاني اريد ان اقول فهمت. انا شفت المراه اللبنانيه كما عندي هبره بالنسبه للمراه اللبنانية وإفريقية. المرأة الإفريقية تقول لها اجلس هنا، هي تجلس. أما اللبنانية تسألك لماذا كذا ماذا؟ تريد امرأة مطيعة مطيعة وخاضعة. يا تركة شوف أنا أقوى منك، أنا رجل عجوز هيك. هي ترى هي تقوى مني، اجلس هوني من؟ عرفت كيف؟ كما المرأة الإفريقية اجلس هوني. والله العظيم لو كنت اريد ان اتزوج 4 هذه تكفيني 4. حبيبي الله يرضى عليك. امين امين. احبك يا عمري، احبك يا عمري. لاروع القصص اشتركوا هلا بقناة مالك مكتبي الرسمية على يوتيوب.